نايل سيف بن عبيد بن غنام المزروعي اللي خذت المقدمة والصدارة مع المركز الأول في هذه اللحظات. المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام، الوصول والتقدم هنا في هذا اللحظات وفي هذا المسار على ما ظن شعار فاران بن عتيق بن محمد آل بريد المري. نعم بالفعل، بينما اللي تسللت من الجانب الايمن في هذه اللحظات وخذت المركز الثاني في هذا المسار، وصول وتقدم في هذه اللحظات التسللات على الصدارة. هنا القدوم من رهف محمد بن بن عويضان العامري، من يتقدم وخذت المركز الثالث. شعار بن غالب على المركز الخامس في هذه اللحظات، الوصول من صرخة على البداية. ناصر بن مغير بن سالم العميمي على المقدمة المركز السادس في هذه اللحظات، وصول وتقدم من سمحة. مبارك بن رغش بن طبازة العامري خذت المركز السادس، أتابع المركز السابع، وصول من الشايبة. تقدم عويضة بن سهيل بن حمد العامري، بينما المركز الثامن في هذه اللحظات في هذا المسار شواهين عبيد بن محمد بن عصي الخيلي المركز التاسع. يا سلام يا سلام، ها هي الشايبة عويضة بن سهيل بن حمد العامري، والمركز العاشر نجوى، وصول وتقدم من شعار سهيل بن أحمد بن دري الفلاح الجدير. هكذا النتيجة للعشر المراكز الأولى. شوط الختام، شوط الوداع، شوط هناك أيضا شوط الختام في أمسية، هذه الليلة أمسية الرموز والسيوف. أعود إلى البداية، أعود إلى صدارة هذا الشوط مع المركز الأول في هذه اللحظات. ها هي هناك أيضا انطلاقة رهف على البداية الأولى. محمد بن سهيل بن عويضان العامري، من يتقدم ويقدم لنا رهف، يقدم لنا هذه الذلول العملاقة المميزة بهذا الاسم، المميزة بهذا الشعار. المركز الثاني صرخة، ناصر بن مغير بن سالم العميمي خذت المركز الثاني، بينما تابع القدوم من الشامخة راشد بن سلطان بن غالب المنصوري. هناك أيضا الشعار الوثباوي خذ المركز الثالث. أتابع المركز الرابع، وصول وتقدم من مرايل سيف بن عبيد بن غنام المزروعي على المركز الرابع. المركز الخامس، ها هي سمحة مبارك بن رغش بن طبازة بن الدودة العامري غذت المركز الخامس في هذه اللحظات. المركز السادس شواهين عبيد بن محمد بن عصري آل خيلي على المركز السادس. المركز السابع في هذه اللحظات في هذا المسار، الوصول من شواهين. تقدمت شواهين، يا هي اسماء، يا هي شعارات، يا هي هناك ايضا عمالقه في اشواط الكبار، الكبار هناك ايضا، والمعارك والمعركه، المعركه ما بين هالاسماء، المعركه ما بين هالاسماء. الريام وصلت هنا ايضا تتقدم، يتقدم محمد بن سالم بن حامد المزروعي، بينما هناك النايفه هادي بن سعيد بن جمهور الحبابي على المركز التاسع. المركز العاشر الشايبة وصلت هنا وتقدم عويضة بن سهيل بن حمد العامري على المركز العاشر، بينما التدخل من الشعار الاقتصادي بانطلاقة الذهيبة محمد بن غانم بن حمود الظاهري. هكذا النتيجة للعشر المراكز الأولى، هكذا النتيجة لهذه الأسماء المتقدمة والمندفعة، المندفعة بشعارات مختلفة، بأسماء باحثة عن رحلة الناموس، رحلة الانتصار. هناك أيضا على البداية الأولى، البداية الأولى وصدارة هذا الشوط، المركز الأول ما زالت صرخة على المقدمة والصدارة. ناصر بن مغير بن سالم العميمي، يا سلام. المركز الثاني رهف، وصلت رهف ويتقدم محمد بن سهيل بن عويضان العامري على المركز الثاني. اندفاعة مميزة هنا أيضا ما بين المركز الثاني والمركز الثالث، ولكن الشامخة
شامخة بيدايها، شامخة بشعارها. راشد بن سلطان بن غالب المنصوري هنا يقدم لنا جديدة، يقدم لنا مفاجأة على المركز الثالث، المركز الرابع، وصول هناك أيضا والتقدم من أيضا من سمح مبارك بن رغاش من طبازة العامري على المركز الرابع. المركز الخامس وصلت نجوى سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي على المركز الخامس. هكذا النتيجة للخمس المراكز الأولى، ولكن ياهي أسماء قادمة، ياهي شعارات قادمة باحثة عن الناموس. الشوط الختام، شوط الوداع، من سيغلق الستار في هذا الانطلاق وفي هذا المسار؟ هناك أيضا وصول من مرايل، تقدمت مرايل اللي خذت المركز السادس. في هذه اللحظات سيف بن عبيد بن غنام المزروعي المركز السادس، وصول وتقدم من شواهين. عبيد بن محمد بن عصري الخيلي على المركز السابع. المركز الثامن، ها هي النايفة يتقدم، يتقدم مع النايفة هادي بن سعيد بن جمهور الأحبابي، واللي خذت المركز التاسع. المركز التاسع، ها هي دجايج ظافر بن هادي بن مسعود الأحبابي، ولكن الله يا المركز العاشر، الله يا هذا القدوم، وصول من أيضا جلمودة فهد بن فهد بن علي آل محمد الهاجري على المركز العاشر. هكذا النتيجة للعشر المراكز الأولى. أعود إلى البداية الأولى، أعود مع الاندفاع المميزة لنا، عودة إلى المقدمة مع المركز الأول هنا على مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا شعار راعي حمرة على المقدمة على الصدارة. ركز يا العميمي ركز، ناصر بن مغير بن سالم العميمي هنا أيضا على البداية الأولى. أكبر تحية مسائية من عاصمة الميادين لمغير بن سالم العميمي. أبو حارب، أبو حارب يحارب، يحارب في هذه الأمسية. هناك أيضا أمسية الوثبة، الله، ولكن ولكن وصلوا يا أبو حارب، وصلوا يا أبو حارب، الله الله الله. المركز الثاني رهف، رهف على المركز الثاني. محمد بن سهيل بن عويضان العامري. المركز الثالث نجوى سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي، ولكن بن غالب على المركز الرابع، بن غالب على المركز الرابع في هذه اللحظات مع الشامخة سلطان أو راشد بن سلطان بن غالب المنصوري. هناك أيضا يتواجد في هذه اللحظات مرايل، مرايل مرايل مرايل. سيف بن عبيد بن غنام المزروعي يقول هذا جديدي في هذا الانطلاق في هذا المسار. شواهي عبيد بن محمد بن عصري آل خيلي خذت المركز الخامس. هكذا النتيجة للخمسة المراكز الأولى. الله، أعود، أعود كما أعود دائما مع صرخة على البداية، صرخة على الصدارة والمقدمة مع المركز الأول ناصر بن مغير بن سالم العميمي، ولكن المركز الثاني الشامخة وصلت على المركز الثاني في هذه اللحظات. راشد بن سلطان بن غالب المنصوري والمركز الثالث. ها هي نجوى سهيل بن أحمد بن دري الفلوح. يا سلام يا سلام يا سلام، معركة 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 ما بين هالشعارات، معركة ما بين هالأسماء. الناموس يحتار، الناموس يحتار على المقدمة، ولكن أقرب مع صرخة على مقدمة هذا الشوط على المركز الأول في هذه اللحظات. ناصر بن مغير بن سالم العميمي على بداية هذا الشوط. المركز الثاني، الشامخة، الشامخة، ياهي يا مال يا بن غالب، ياهي يا مال، أمال أهالي الوثبة يا بن غالب. وهنا على المركز الثاني راشد بن سلطان بن غالب المنصوري، بينما المركز الثالث الوصول من دجايج ظافر بن هادي بن مسعود الأحبابي. المركز الرابع، وصول من نجوى سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي. شعار رغش هناك أيضا من الجانب الخامس في هذه اللحظات. هنا الوصول والتقدم في هذا المسار، سمح مبارك بن رغش بن طبازة بن الدودة العامري، ولكن وصلت النايفة، وصلت النايفة هادي بن سعيد بن جمهور الأحبابي في هذه اللحظات.
وفي هذا المسار أعود إلى البداية الأولى. صدارة هذا الشوط مع صرخة على البداية، ناصر بن مغير بن سالم العميمي، ركز يا العميمي، ركز يا أبو حارب على البداية على صدارة، ولكن شوفوا من القادم، يا سلام، مرحبا وسهلا بجميع القادمين. درب يا أخواني، درب درب هناك أيضا للي واصل في هذا المسار. مواري مواري قادمة هنا، الله، راشد بن مبارك بن علي بن سعيد المنصوري، شعار بالروضة هنا، وصل في هذا المسار، المسار المستقيم، المنصة بانت، الكيل الأخير، الكيل الخطير، الكيل المثير، الكيل اللي ما بعده كيلو، الكيل اللي ما بعده كيلو يا أبو محمد على البداية. مواري مواري على الصدارة، راشد بن مبارك بن علي بن سعيد المنصوري، ولكن صرخة ما تطمن، صرخة ما تطمن على المركز الثاني في هذه اللحظات، ناصر بن مغير بن سالم العميمي علي خذت المركز الثاني، هكذا النداء، ولكن أشوف نجدة سلطان بن سيف بن مبارك الاكتباي علي خذت المركز الرابع، الناموس 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 الناموس، يا مواري يا صاحب مواري، 400 متر أخيرة عن خط النهاية، راشد بن مبارك بن علي بن سعيد المنصوري راح، شعار بالروضة راح على المقدمة هنا، يا أبو حارب شلي تنتظره، شلي تنتظره في هذه اللحظات، ولكن الوصول الوصول من ظافر بن هادي ومسعود الأحبابي خذت المركز الثالث هنا، صاحبة الرمز في العام الماضي هناك أيضا في مهرجان، في مهرجان سيدي صاحب السمو أيضا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الله مشكور يا الحبسي، مشكور على هذه المعلومات المميزة هنا، صاحبة الرمز هناك أيضا تضيف إنجاز فوق إنجازاتها الماضية، سلام 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 سلام، هناك أيضا أيضا عبيد بن نصيب مشكور، المركز الثاني صرخة، ناصر بن مغيب سالم العميمي واللي خذت المركز الثالث، الوصول من دقائق ظافر بن هادي ومسعود الحبابي، واللي خذت المركز الرابع الشام خراشد بن سلطان بن غالب المنصوري، والمركز الخامس لحظات وصول من الفايزة أحمد بن مساعد بن مسعد أيضا من يتواجد على المركز الخامس، هكذا النتيجة، عود إلى التوقيت الزمني 13 دقيقة 6 ثواني 5 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس السيد راشد بن مبارك بن علي بن سعيد المنصوري على فوز مواري، بينما المركز الثاني ايضا تهنئه لعبيد بن نصيب السبوسي، بينما اللي خذت المركز الثاني 13 دقيقه 8 ثواني جزين من الثانيه، تهانينا والناموس لسيد ناصر بن مغير بن سالم العميمي على فوز صرخه، بينما المركز الثالث 13 دقيقه 8 ثواني 9 اجزاء من الثانيه، هناك ايضا تهانينا والناموس لايضا ظافر بن هادي ومسعود الاحبابي على فوز دقائق ايضا